مرحبا بمتابعي الكرام ديالنا عبر قناة شوف تي في. في هذه الجولة الطريق الرابطة بين اليوسفية وسيدي بن نور، أنا نتواجد بالضبط بجماعة أولاد عمران الفاصلة بين مدينة سيدي بن نور وجماعة اليوسفية. كما تعلمون أن قناة شوف تي في هي قناة الشعب، أول قناة إلكترونية بالمغرب. تحية لكل المتابعين ديالنا وتحية للجميع في هذا البث المباشر اللي غادي ناخذكم تشوفوا الأجواء ديال الطبيعة كيف راهي دايرة. الان كما كتشوفوا معنا احنا الان في الطريق في جماعة اولاد عمران مباشرة بجماعة اولاد عمران. متابعين ديالنا عبر قناة شو تي في اللي كتابوا معنا هذا المباشر هذا من خلال هذه الجولة، وكذلك في طريقنا إلى مدينة اليوسفية من أجل تغطية الأحداث هناك. متابعين ديالنا الكرام كما كتشوفوا الان غنشوفوا الاجواء ديال شوفوا الطريق كي داير. الحمد لله الدنيا خضراء. كما نوجه كذلك الرساله الى ساكنة اليوسفية ان الحمد لله اصبح لي اعتماد كصحفي باقليمي اليوسفية وسيدي بن نور. كنتمنى من نازل اليوسفية انهم كذلك يتفاعلوا معنا، لان صحنا كنغطيو حتى اقليم اليوسفية معتمد باقليمي سيدي بن نور واليوسفية. والحمد لله كما كتشوفوا اجواء ديال الطبيعة كي دايرة، الدنيا خضراء. أجواء متابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في، يعني الدكالة أحمر، يعني دابا حنا الآن في دكالة وغادي نتجهوا الأحمر، لأن اليوسفية تابعة إقليم اليوسفية. حتى احنا مازال في إقليم سيدي بن نور، غادي ننتقلوا لإقليم اليوسفية التي تنتمي لقبائل بني حمر. لأن كما كنشوفوا معنا في هذا البث المباشر اللي كنشوفوا الأجواء ديال الطبيعة كي دايرة. مباشرة من سيدي بن نور وجماعة مطر وجماعة أولاد عمران. الآن احنا غادي اليوسفية اللي كي في المعروف أنه كما كنقولوا أحمر.
مباشرة بالحدود، حدود الأحمر ودوكا لام أحمر اليوسفية. الطبيعة الحمد لله جميلة بعد ما سقط الشتاء كما كتشوفوا الشتي، والحمد لله. أنا مباشرة على قناة شوف تي في يتنقل لكم بالصوت والصورة دائما الجديد. والآن أصبح لنا كذلك إقليم اليوسفية، كذلك تابع لنا التغطية الإعلامية. كما كتتابعوا معنا دائما ومباشرة على قناة شوف تي في اللي كنقول معكم بالصوت والصورة. في هذا البث المباشر مباشرة من طريق الرابطة بين اليوسفية وسيدي بن نور. الآن نحن في اتجاه اليوسفية، أو كما كيسميوها الويجانطي. تبارك الله الطبيعة زوينة، الطبيعة جميلة الحمد لله من بعد التصفق المطرية. أي واحد عنده شي تساؤل، عنده شي اقتراح، مرحبا. مباشرة على قناة شوف تي في في هذا البث المباشر. تحية لكل المتابعين ديالنا، تحية لكم، إهداء لكم القلب، تحية لكل عشاق الطبيعة وعشاق الورود وعشاق الهواء النقي. كما كتتابعوا معنا في هذا البث المباشر، أغرب اسم ممكن تصادف في حياتك، يعني أغرب اسم ممكن أنك تستقبله في حياتك هو مثلا هذا الاسم هذا. يعني كتلقى لحد شوية لقدام نقربوا صافي، كما كتشوف أغرب اسم يمكن أنك تصادف في حياتك دوار الحياة. دوار الحياة تقدر اسم زين، دوار الحياة تقدر تلقى دوار لا حياة فيه، من أغرب الأسماء دوار الحياة. كنتمنى هاد دوار الحياة أنه تكون فيه الحياة، نيت يكونش ميت. يعني هادو من الصدف، الصدف الطريق اللي تقدر تصادم في حياتك، وما حل الأسماء هادو. يعني كتلقى أسماء غريبة. مريم وعليكم السلام، تحية ليك. بن ديام يا مرحبا. سير الحسن تحية ليك. نادية الزاكي مرحبا. رضا كزاوي مرحبا. خيجة الشرف ممكن بريفي سولك. تحية لكم كاملين، تحية لكل متابعينا عبر قناة شوف تي في في هذه الجولة
طريق الرابطة بين سيدي بن مروة اليوسفية في تغطية شاملة لجميع الأحداث. خويا شكرا خويا الحسن طارق السلامة، شكرا لك. كما قلنا لكم من الصدف الغريبة أنك تلقى بعض الأسماء اللي فعلا أسماء غريبة، دوار الحياة، دوار ثمن حاجة تلقى شي سميات غراب غراب، دوار ولاد شبان. تحية للجميع، تحية شكرا لكل المتابعين ديالنا. نحن الآن في مباشرة على قناة شو تي في، قناة الشاب، أول قناة إلكترونية تلفزية بالمغرب. كما كنشوفوا معنا غادي كما كنشوفوا معنا الجودة الطابعة ما شاء الله. شوفوا دائما دائما في هذا المباشر احنا قربنا الحدود أو الحدود بين مدينة سيدي بن نور واليوسفية. الآن غادي احنا قررنا نوصلوا باش نوريكم الحدود هي هذه. احنا الآن غادي هذه هي الحدود ماشي. الآن غادي نوريكم كذلك الحدود. يعني هذه هي الحدود بين سيدي بن نور واليوسفية كما كتشوفوا. هذه هي الحدود، يعني كتقول هنا هاي ها سيدي بن نور، ها طريق سيدي بن نور فين حادينها. وقال هذه ما عرفناش دابا على المحسوبة واش على سيدي بن نور ولا على اليوسفية. المهم الحدود هي هذه، ها اليوسفية اقلنا احنا دابا الان، هذا إقليم اليوسفية، إقليم اليوسفية هي هذه، إقليم سيدي بن نور. إقليم اليوسفية إقليم سيدي بن نور. الآن كما كتشوفوا الحدود. دابا غير التساؤل اللي عندنا هنايا هو وغادي نعرفوا هذه على من محسوبة، هذه على محسوبة واش سيدي بن نور ولا اليوسفية. كيبان لي حساب سيدي بن نور.
الله على بركة الله. محسوبة؟ لا سيدي بنورو، هادشي اللي بغيت نعرفو واش شوف شكون اش من الاقليم. دابا حنا الان دخلنا الاقليم، هذا ما دخلنا الاقليم اليوسفية. دائما مباشرة على قناة شوف تي في في هذا الجولة. الآن احنا دخلنا الإقليم اليوسفية، التراب أحمر، عملة إقليم اليوسفية. من انتقلنا من جهة ضايب الصلاة إلى جهة أسفي مراكش، لأن يعني اليوسفية تبع جهة أسفي مراكش. تحية خويا عزيز والناس إيطاليا، تحية خويا الزوبي الزينبي الفنانة ديالنا، تحية خويا عز غراق الناس إيطاليا، ريدا الكازاوي، عز الدين فتحاني مرحبا. مباشرة على قناة شوف تي في. تحية لكم وتحية لكل المتابعين ديالنا، الناس ديال سيدي بنور جديدة الضربطة المغاربة كاملين. تنقول لكم حنا تنبغيوكم وتنحماقو عليكم. مرحبا بكل المتابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في في الطريق الرابطة بين سيدي بنور واليوسفية. الآن نحن في مهمة صحفية بإقليم اليوسفية انطلاقا من إقليم سيدي بنور، لأن أصبح لنا اعتماد بسيدي بنور واليوسفية. احمد عبد الفؤاد مرحبا. الان كما كتشوفوا حنا غادي نقربنا اليوسفية، كما كتشوفوا الطبيعة كي دايرة. الان غادي نهيو هذا المباشر. دمتم في رعاية الله والى اللقاء.